بنروح دلوقتي للصاله المغطاه باستاد القاهره لمراسلتنا العزيزه ساله حامد، ومعاها لقاء هام مع لاعبنا طبعا لاعب المنتخب الوطني علي زين. اليك الكلمه يا ساله، اتفضلي. تحياتي ليكي طبعا يا مريم، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا بارك لك يا مريم، بارك لكل الجماهير المصريه. فوز منتخبنا الوطني طبعا النهارده لكره اليد على منتخب انجولا في الدور الربع النهائي او دور الثمانيه من بطوله كاس الامم الافريقيه. وزي ما انت قلت يمكن طبعا معي حاليا واحد من نجوم المباراه النهارده وطبعا نجوم منتخبنا الوطني كابتن علي زين. كابتن علي طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك النهارده التأهل للسيمي فاينل من البطوله، وعايز اسالك طبعا على المباراه، شايف المباراه النهارده ازاي؟ طبعا برحب بيكي وبرحب بقناه النادي الاهلي وبرحب بالناس الضيوف الموجودين. الحمد لله النهارده يعني الى حد ما كنا ماشيين في الماتش زي ما احنا عاوزين، ماشيين ريتم الماتش واحده بواحده. كان اهم حاجه بالنسبه لنا احنا نكسب الماتش وبدون اي خسائر، والحمد لله عملنا كده. اللي جاي طبعا اهم طبعا، وهو هيبقى اصعب ماتش في البطوله كلنا عارفين، واهم ماتش لنا في البطوله. ان شاء الله نحاول يعني نحقق اللي احنا عاوزينه ويمشي في الماتش. برضو احنا نحاول نحضر لهم ان شاء الله بكره، وبعد بكره ان شاء الله يبقى ماتش جامد وان شاء الله نحاول نكسبه. طبعا المباريات اللي فاتت يا علي كانت يعني المستويات كانت متوسطه شويه، من بعد مباراه النهارده سيمي فاينل والفاينل المستويات بتكون اكبر او بتكون اصعب طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. يمكن طبعا احنا منتظرين مباراه تونس وغينيا، يمكن الاقرب طبعا هتبقى تونس، فالمباراه اللي جايه صعبه جدا طبعا، وازاي هتستعد لها بالاخص المباراه الجايه؟ طبعا هو ده الماتش، يعتبر ماتش يعتبر فاينل بطوله. احنا عندنا كل ماتش خدناه من اول البطوله لحد دلوقتي فاينل بطوله، بالنسبه لنا ماتش مهم جدا. ان شاء الله نحاول نعمل اللي احنا عاوزينه وهنحضر لهم طبعا بكره. اعتقد تونس هي هتكسب وهيبقى ماتش طبعا قوي وماتش ند بند، ماتش 50-50 100%. ان شاء الله اللي هيبقى مركز اكتر واللي هيبقى اخطائه اقل هو اللي هيكسب الماتش. بس كده يعني طبعا، وببارك لك وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، منتظرين منكم اكتر من كده طبعا في المباراه اللي جايه باذن الله. الله يبارك فيك وان شاء الله نرجع الناس مبسوطه ان شاء الله. كده طبعا يا مريم كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني لكره اليد كابتن علي زين، والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا. الكلمه ليك يا مريم، تفضلي.